خاص تلبس السروال كامل والصبا بحال وملي في الصبر ديالها وطاب ليا ومغمقو وكتعطيه 2 دريال في الشهر كيضرب مسكين النهار كامل. عرفتي سايك وقلت والله تندير واحد الفيديو خفيف ظريف، بغيت نهضر على واحد النقاط اللي انا كنت كنشوفهم بزاف في المغرب فاش كنت شحال هادي في المغرب وكنت كنخدم بزاف ديال الخدامي ودابا وانا سايق سبحان الله طاح عليا هذا البلان هذا وقلت والله ندير عليه فيديو ونبارطاجيه معكم وبغيت ناخذ الراي ديالكم لانه انا تيبان لي هاد النقط اللي غندوي عليهم دابا واحد النقط مهمين بزاف واحد النقط اللي حنايا تنظن محتاجين تكوين لهم يكون عندنا تكوين في البلاد على هاد النقاط لانهم كيلعبوا دور كبير خصوصا الناس اللي كيخدموا في المغرب لانه شحال من واحد تيخدم في شي خدمه في المغرب اللي خدمه كيبغيها ولكن مول شي ولا مول الشركه ولا مول المانجر ولا ما نعرف تيبقى يحكم عليك تخدم بالطريقه اللي خاصك ديرها يعني كيفاش تلباس كيفاش كيفاش شنو تما كيفاش تخدم كيفاش تمراجي يعني كيحاول يبدلك كيفاش تخدم ديك الخدمه واخا انت لربما ديك الطريقه اللي انت دير في راسك باش تخدم ديك الخدمه تقدر تكون احسن وتكون اكثر يعني منتجه اكثر من داكشي اللي هما غيقريو. اول مره كتفرج فيا ما تنساش دابا تبارك لايك لانكم ما كتبركوش لايك وما كتبارطاجيوش وكتعزوني ندير فيديوهات فدير لايك وبارطاجي معك صحابك باش يمكن تكون تجربه. المهم يلا كيوصلت لليارد كيف كتشوفوا فيديكس هذاك نوع الكاميونات هو اللي كيحرك تريلرز ما بين الليارد يعني فهاد البلاصه هنايا هو اللي كينسى هذاك هنايا ويدير وداكشي. المهم حنايا الخدمه ديالنا هو اننا المهم اليوم ما جبتش معايا جوج تريلر جبت معايا غير واحد الخدمه ديالي هو انني كنهبط من سيارة الاوريجن ستيت اخرى كنحط كنحس واحد اخر ولا تقريبا شي 140 مايل الي 140 مايل ايزي بيزي سو غادي نحاولوا ننزل وغادي نقول لكم واحد النقاط ولا واحد اللعيبات اللي دابا انا صايب وجاوني في راسي قلت والله تنبارطاجيها معاهم ونعرف علاش في المغرب ما كيديروش هذا الشيء هذا لانه ما تنظنش غادي ياثر على الخدمه ديال الناس تمايا. انا نهبط ونبداو على بركه الله. هاي سفيان ما كسبك اسك تورينا الشرطه صاحبي ياك لاباس اكزاكتلي المهم دابا عرفتيني علاش باغي ندوي ياك نزل لي كاس دابا عرفتوني علاش كاس كنوريكم الشرطه واحد الحاجه اللي بغيت نفهم وهو انه علاش في المغرب ولا في بعض الدول بحال الجزائر وداكشي ما كيخليوكش تلبس الشورت باش تخدم علاش علاش ما يمكنلكش تسوق الرموك ولا تسوق الطوبيس وما تلبس الشورت اغلبيه الخدامي تما في المغرب تيقول لك ضروري خاصو يكون لابس السروال ويكون لابس السروال حتى لتحت عاد باش تخدم في هذه الخدمه هذه يعني ما نقدرش نهايريك ولا نخليك تخدم بشي حاجه اللي انت مرتاح فيها اولا كاينين بزاف ديال الناس اللي ما كيبغيوش يخدموا بالسراول يعني بحالي انا دابا كنرتاح بالشورت ما نقدرش نخدم بالسروال علاش الشورت خفيف دغيا نمشي للزادي نبط هادي نهز التريلر نحط التريلر يعني كنخدم وانا مرتاح وفاش كنكون مرتاح كنعطي الخدمه يعني كنبدع فيها واحد اخر كتلبسو شي حوايج ما غيكونش مرتاح فيها غيكون حاملش خدمته كيفاش مع 8 الصباح ما كيحملش يكمل خدمته وزيد وزيد الى ذلك الى شفتوا الفيديوهات اللي كانوا قدام انا مبلي بالصنداله يعني فاش كنت كنخرج نضرب الاوفر ذا رود وكنبعد بزاف كنبقى سوق غاب الصنداله وكانوا الناس يقولوا لبس برديله انا وهادي ما يمكنليش لبس برديله وانا كنضرب ساعات بزاف يعني السؤال ماشي هذا كامل هو علاش اغلب الشركات في المغرب وبعض الدول اللي في مجاور المغرب وداك الشيء تيحكروا عليك في ميريكان انا كنعتبرها من احسن الدول لانها ماشي هي كتخليك تلبس كتخليك تتعبر هنايا مثلا مول الشغيل ولا مول الشركه ولا مول اي بلاصه كتخدم معاه تيطلق لك اللعب يعني كيخليك تلبس اللي بغيتي ما كيتسوق لكش بحال دابا الخدمه داير اغلب الرمايك يعني الا كريتي الرموك ولا الرموك ديالك ولا خدام مع شركه الرموك كيبقى عندك يعني كتمشي كتحطو ولا غدي كتجي كتهز الرموك وكتمشي تخدم ما كيتشوفش مول شي ما كيهضرش معاك من غير الا كان شي حاجه من شركه بغاو يعطوك شي ابديت يعني شي تحديث ولا شي حاجه اللي غتولي جديده عاد تبقى تشوفو انا من نهار بديت نخدم مع فيديكس شفت مره وحده المانجر ما وليتش تلاقيتو كيعطيوك الحريه كيخليوك تخدم مرتاح يعني ماشي غير كيبقاو يقولك نو ما بغيناكش دير هادي بغيناك دير هادي وقف عليك وكذا فوق ما يصون عليك تقول لك ما غيجري عليا كتكون خدام في واحد البلاصه وانت كتبقى تقول وانا الا ما درتش هادي راه سبعه ديال الناس كيستناو الخدمه قدام الباب يعني غيجريو عليا وغنصدق نصدق كاس بلا خدمه نو يعني كنبقاو نخدموا وحنا ديما خايفين انهم يجريو علينا وكذا هادي لانه قلت الفرص ولكن حتى اذا كانت قلت الفرص يخليو البنادم غير يلبس ويدير اللي بغا غنهز نحطو تريلرز وغادي نشدو نكملو الطريق نديرو المازوت ونكملو نهضرو في نقاط اخرين
المهم دابا يلا دروب هيد ذا تريلرز الاول ليا. دابا غادي ندخل في التطبيق وغادي نشوف اش من تريلر غادي يهز هنايا وغادي نمشي نتحرك ونهز تريلر اخر ولينا نتحرك. ولكن قبل خصنا نديرو ليسانس كاين نديرو مش ليسانس المازوت بزاف الناس اللي غيبقى يقولك نو سفيان راه الا انت مشغل مثلا درتي واحد الشركه في المغرب وطلقتي اليوم اللعب غيتسرو. كاين فرق ما بين الخدمه وما بين الساره. كاين فرق ما بين انه غيخدم مزيان غيدير الخدمه على الوجه المطلوب يعني كيف ما خاصو يدار وفرق ما بين انه يكون داسر. فانت كتعطي الحريه يلبس اللي يبغى ما حدو غادي يدير الخدمه اللي خاصو يدار منه. فانا كنامن انا اللي جاب الله شي نهار في المستقبل الله اعلم درت شي بيزنس في المغرب ولا في ميريكان ولا في مكان انا من النوع اللي غنقولكش اخويا لبس لي السروال عادي جي لعندي نو الشورت براسك. المهم في الاخر ديال الشهر خاص تكون الخدمه واجده يعني الخدمه هي هذيك. فانا هكا كنشوف الامور لانه كل ما كتعطي الواحد الحريه الكامله فهو كيبدع كيدير اكثر من داكشي اللي انت كتطلب منه لانه كيكون مرتاح. راه كاينين واحد النوع ديال الخدامين اللي خاص الانسان يلبس مزيان. انا متفق معك كاينين بعض الخدامين اللي بنادم خاص يكون ديسيبلين يعني خاص يكون منتظم بحال العسكر بحال البوليس بحال بعض الخدامين هكا في ريستورا ولا مثلا يعني بعض الخدامين في اوتيلات ولا بعض الخدامين. ولكن اغلب الخدامين اللي كاينين في المغرب ما عرفتش انا الانسان علاش خاصنا نرغمو بشي حاجه اللي ما عرفتش ماشي بالضروري فهمتيني. انا عارف غير نهضر شي وحدين نقولك بلي الانسان اللي كيكون خدام عند شي شركه خاصو يلبس مزيان علاش لانه بحال اللي كيبريزونتي الامبلوير يعني كيبريزونتي مول الشركه ولا شي حاجه اللي خاصو يبان احسن وجه تماما. كاينين شركات بحال البنكة بحال اوفيس يعني مكاتب وداك الشيء يعني خاصهم يبانوا بروفيشنال يعني خاصهم يبانوا محترفين وكذا. ولكن اغلب الخدام بحال الرموك بحال الطاكسي بحال الطوبيس بحال شنو خدامين اللي كاينين بزاف في الكابلاج في شركات ديال الصناعه كاينين بزاف. انا تيبقى رايي الشخصي انا تيبقى رايي يعني خاصنا نعطيو شويه الحريه للناس حتى الا كانوا مزيرين بقوه الخدمه والسويع بزاف وما كتخلصهمش مزيان في اغلب الشركات فعلى الاقل الانسان غير يعطيهم الحريه يلبسوا الا كان كل شيء. الا كانوا خصوصا الا كانوا ما كيتعاملوش مع الكليان بحال دابا اللي عطاكم ميت هذوك اللي كيخدموا في الكابلاج ولا كيخدموا مثلا في هيونداي ودوك الشركات الاخرين كاملين يعني بحال دابا انا هذوك جالس في شركه ما كيشوف لك الكليان ما كيهضر معاه ما كيبيع له ما كيشري له ما والو خاص تلبس سروال كامل وصباط كحل وملي في الصبر ديالو والطابليه ومغمقه وكتعطي جوج دريال في الشهر كيضرب مسكين نهار كامل ومول رموك كذلك كيبقى خدام نهار كامل بالصباط بالسروال والعرق يعني واحد النقاط انا اللي كنشوفهم كنبقى نقول الانسان بغيت يبدع عطيه الحريه. بحال دابا هنايا في الغربه كتلقى بعض اغلبيه ديال الريستورات القهاوي كذا كتلقى بنادم ضارب وشما كتلقى راسو مزعرو بسبعه الصبيغات الازرق الاحمر الاخضر كذا ضحك ضرب وشما. البوليس مثلا بحال هادو البوليس عندنا هنا في ميريكان كيلبسوا الشورت عندنا مثلا البوليس كيلبسوا الشورت كيبقى يتمشى معك في الشارع عادي جار البيكالا ما كاينش الا بغى تلبس غير بحال كولك بوط ولكن تيكون داير البالج هنايا وقالب الكاسكيطه ولا يعني كاينين بعض الحريات كاين فهمتيني يعني ماشي كنهضر على فقط العسكر ولا البوليس ولا الشركات ولكن انا هادي ما عرفتش جاتني راسي صايق دابا بالليل قلت علاش هاد الشيء هذا ما عندناش يعني كنشوف شي البلايص كنلقى الناس كيتعاملوا معايا غير بالشورت يعني ضاحكين ناشطين خالقين بعضياتهم ولكن كيخدموا يعني راه ماشي غيطلق له اللعب غير بس الشورت صافي راه ما غاديش يحترم قوانين الخدمه وغيبقى يجي معطال ولا ما يكونش ديسيبلين. نو ما كنظنش ان اللباس الحوايج راه غيرد واحد الانسان ديسيبلين يعني ما عرفتش انا تفهموا نتمنى تكونوا فهمتوا وخديتوا الفكره كيفاش بغيت نقصد. وكيف قلت لكم كاينين بزاف ديال العوامل اللي الانسان مثلا كيبقى يرغمهم عليه المشغل وفي الاخر ديك الانسان تلقاه ما مرتاحش في خدمته. سو المهم غادي نشد التريلر وغادي نمشيو نتحركوا بحالنا وهاد المقيطات هذا ولا هاد الفلوق هذا كان خفيف طريف وغادي نحاول نصور لكم شي لعيبات. وما تنساوش خليو لي في كومونتيرات انواع الفيديوهات بغيتوني واش بغيتو نبقى نحط الجو برو هنايا ونبقى نخدم ونصور لكم بغيتو نهضر في مواضيع كتبوا لي في كومونتيرات لتحت اشنو المواضيع بغيتوني نبقى نهضر فيهم وطاقيو صحابكم بارطاجيو وديروا لايك اصاحبي وان شاء الله غادي نبداو نهضروا. سو غادي نشد الطريق.